كيفاش نجربوا المروحه تخدم ولا نحل فيش هذيك نجرب ونشوفوها نخدم شوفوها خدمة نحل فيش هذيك نخدم المروحه نعرفوها تخدم باش هكاك نطمنوا اللي هي نرجعوا الفيشه تسكت عندها تسكت شوفوها وقفت نرجعوا لها الفيشه يعني كان جامد جدا ما شاء الله هذاك كيفاش نجربوا المروحه تخدم ولا لا باش هكاك نطمنوا اذا كان الموتور باش يسخن تخدم المروحه طبعا بعد ما عملنا تفريغ الهواء وتفريغ